الصفوف الخلفية يرحمكم الله يكبر بعضكم بعد بعض حتى يصل الصوت للأخير إن شاء الله. زاروا واحد من الاخوان ديالو الاطباء اللي كان تجلس معاه، قال له خصك تعاوني في المدرسه. كاين مدرسه هي بجوار مدينه تطوان، هي 4000 متر. حامل لخمسه اولاد، خمسه مهدده في حياته، صعد اليها واخذ السياره وانزلها. هذا الشيء مؤخرا نجدد التعازي لأسرة أخينا الأمين أخوه أحمد وأبناؤه.